طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا ومع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم لوحات شعبية. نحييكم تحية حب صادقة وندعوكم لمصاحبتنا على مدى نصف ساعة في هذه الرحلة الشعبية. أعزائي المشاهدين، حرصا منا لتقديم الجيد والجديد في هذه الحلقة، معنا مجموعة من الشعراء الشباب راح نناقشهم ونسألهم حول الشعر الشعبي والساحة الشعبية بشكل عام. فباسمكم جميعا يسعدني أن أستضيف كل من الشاعر على يميني بدر ناصر السهلي، والشاعر زعل عايد الرشيدي، وعلى شمالي الشاعر نمش الشمري، والشاعر مساعد بن جبران العازمي. مساكم الله بالخير وحياكم الله في برنامج لوحات شعبية. حياكم الله الضيوف معانا في حلقة هذا الأسبوع. ضيوفنا الكرام، أنتم من الشعراء الشباب ومن اللي يواصلون عطاءاتهم سواء في الصحافة أو في الإذاعة والتلفزيون. هناك اتهام موجه للشعراء الشباب بالذات بأنهم هم اللي متهمين بإفساد الذوق العام للشعر الشعبي. شنو ردكم على هذا الاتهام؟ نسمع رأي بدر ناصر السهلي. بالعكس أخوي أبو خالد، الاتهام هذا أن الشباب الشعراء الشباب أفسد الذوق العام بالنسبة للشعر الشعبي، هذا اتهام مو صحيح. بالعكس، الشباب أعطوا بما فيه الكفاية وحافظوا على الموروث الشعبي للقصيدة النبطية. وإذا عند الإخوان تعقيب شيء آخر مساعد أشرح. والله أبو خالد، أنا أحترم سؤالك هذا، وبالنسبة للسؤال هذا أنا ما أحب أني أغير في كلام الأخ مناصر، لكن هذا الكلام فيه جزء من الصحيح، لأن بعض الشباب يحاول أنه يدخل كلمات في الشعر النبطي خارج عن الشعر النبطي، ففيهم الزين وفيهم الشين. فالإنسان اللي يقول بعض الشباب أفسدهم الشعر، الشعر القصيدة النبطية، فهذا الكلام أنا من ناحيتي أنا أعتقد إن الكلام هذا صحيح، لأني أنا أثناء نقرأ قصائد أحياناً، يعني الواحد ما يقول هذه قصيدة نبطية ولا يقول هذه قصيدة شعبية، ندخل فيها كلمات لو الحين أجي وأقولها عند واحد ما راح تفهم. وفي شعراء شباب لا، طوروا من القصيدة النبطية ولهم فضل في القصيدة النبطية، ويعني لهم معاني حلوة وأبيات حلوة وأبيات باقية نرددها إحنا دائماً، وهذا الشيء فيه الصحيح وفيه الخطأ. زعل الرشيدي، إيش جوابك؟ والله إذا قلت ككل هذا خطأ، ولكن مثل ما قال الشباب يعني فيه بعض، وبعض الشباب يعني إذا كانت القصيدة يقولك سيئة أو أنهم أفسد الذوق، هذا يرجع أيضا للمعدين. المعد هو اللي عطى فرصة لهذا المستشعر أنه ينشر قصيدته، فيمكن يجي الخطأ من المعد نفسه ومن المستشعر هذا، ولا يسمى شاعر. ولكن في شباب قدموا قصائد جميلة ونشرت لهم وسووا لقاءات معاهم، فبالعكس يعني في شباب فيهم الخير. نمش الشمري، ايش معنى بس الشباب بالذات؟ هل الاتهام هذا يعني من الشعراء الشباب نفسهم او من كبار السن اللي اتهموا ان الشباب هم اللي افسدوا الذوق العام بالنسبة للشعر الشعبي؟ والله يا ابو خالد، ايا كان مصدر الاتهام، لكن انا بوجهة نظري انه صح في بعض الشعراء الشباب اساءوا في الشعر، وبس مو عليهم هم بس اللوم، يعني كذلك المطربين ساعدوا على نهوض الغير شعر. وكذلك كما قال الاخ زعل، بعض المعدين نحملهم بعد بعض اللوم. طيب، بما ان احنا تكلمنا عن ان الشعراء الشباب متهمين في هذا الاتهام، شنو وجهة نظركم او شنو المطلوب حتى نرتقي في مستوى الشعر؟ يجب انه يكون من ناحية المعدين اول شيء. لان المعد هو يكون بوجه المدفع مثل ما يقول. احنا نتكلم عن الساحة بشكل عام، اذاعة، تلفزيون، حتى على مستوى الامسيات. اوكي، لكن اقول لك اكثر انتشار يعني من ناحية البداية، الإنسان لما يبتدي أو الشاعر يبدأ من الصحافة. صحيح. فيجب أن يكون المعد قد المسؤولية، مثلاً معد شاعر فعلاً. يعرف أن هذا شاعر، لما تجي قصيدة يعرف أن هذه القصيدة فعلاً تستحق النشر. فأيضاً المعد برامج،
معد في الإذاعة يجب أن يكون شاعر ومتذوق، مو شاعر، يمكن يكون شاعر لكن ذوقه صفر، يمكن يكون متذوق لكن ما هو شاعر. ومساعد العازم إيش يقول؟ والله وجهة نظري أن الشاعر اللي حاول يغير في القصيدة ويقول أنا طورت الشعر الشعبي، إحنا ننظر إلى قصيدة الشاعر هذا، هل القصيدة هذه أنها طور القصيدة إلى نوعها الصحيح ما خرجت عن الشعر النبطي؟ نعم. فهذا إحنا معه، لكن أما يقول لي والله أنا طورت القصيدة هذه، فلما تتابع القصيدة طالعة عن الشعر النبطي، هذا يجب من مقدم البرنامج ويجب من محرر الصفحة وسائل الإعلام ككل صحافة وتلفزيون وأذاعة أنها توقف في وجه الشخص هذا، فنضع اللوم على المقدم سواء معد صفحة أو مقدم برنامج، يجب أنه ما يفتح المجال للشخص هذا، لأن هذا غير الشعر النبطي وأصبح التهم توضع على جميع الشعراء بأنكم أنتم الشعراء الشباب غيرتم في الشعر وسويتم، وهو يصدر من شخص واحد فيعم الشباب كله. هو خالد بالنسبة الذوق بالنسبة للشعراء الشباب أصبح، لأن القصيدة النبطية تقام على ثلاثة اللي هو الوزن والقافية والمعنى، فإذا فقد المعنى أصبح فقد الذوق العام اللي هو بالنسبة للقصيدة، لأن راح بالنسبة للقصيدة ما تكون بالمستوى المطلوب للمستمع أو القارئ في الصحيفة. فالأخ المحترم اللي هو الشاعر لما يكتب قصيدة مجرد أنها موزونة من ناحية الوزن والقافية ولكنها اختل أحد الأضلاع اللي هو المعنى، أصبح مجرد أنك لما تشوف القصيدة في المجلة أو تسمعها في التلفزيون أصبح يعتمد على الاختيار السيء للمعد سواء مقدم برنامج أو معد صحيفة. نمش الشمري، نسمع منك قصيدة من قصائدك تختارها للمشاهدين. أبشر. حاضر. كلي غلط صح لكن من عرفتيني ما أقول كذب الكلام اللي تقولينه، عشقي غلط يوم أحبك لا تحبيني مسامحك دوري غيري تحبينه، تلقين غيري تناسيني وتنسيني كثير غيري يجيلك لو تنادينه، وأنا ظروفي صعيبة لا تلوميني، واللي يطاوع ظروفه لا تلومينه، ما قولت ما تهميني تهميني، من يعرفت غصب عن أنفه تهمينه، والله ما عاد غيرت شخص يعنيني، وإن كان لي قلب عندك لا تجيبينه، ما تستحقين قلبي تستحقيني، إي والذي كل مسلم يتبع دينه لكن مواصلت يتعبني ويشقيني، أعرف بالحب شيء ما تعرفينه، ما شفتي الفرق ما بينك وما بيني، الحب خلاتش يمكن ما تشوفينه، أبعد من الشمس وأقرب من هدى بعيني، بالله هذا التناقض وش تسمينه، الله يخليك تقصيري يكفيني، يا شين الإحساس بالتقصير يا شينه، ما أملك إلا الشهامة والوفاء فيني، المشكلة خصمي الوقت ومعاوينه، حبيبتي ضاع دربي لا تحبيني، وإن شفتي إنسان ضايع لا تحبيني. صح لسانك. صح. ضيوفنا الأعزاء، لو سألناكم وقلنا لكم بعض المعدين في الصفحات الشعبية نجد أن صفحته خاصة الربعة أو جماعته، لما تبطل صفحته إلا كل الموجودين فيها هم نفس الرواد اللي يجونها في ديوانيته. نعم. أنتم كشعراء شباب تشاركون في الصفحات الشعبية، شنو العلاج اللي مفروض أن نسويه علشان نحاول أن نبتعد عن العادة المتبعة عند بعض المعدين؟ المفروض ان المعد الصفحه انه يعالج نفسه بنفسه. نعم. اولا لان اعتقد ان ما على المعد رقابه بالنسبه للصحافه. نعم. ما عليه رقابه اذا ما هو يواجه النقد من الشعراء اللي يجلس معاهم او من عده جهات يواجه النقد فيها، هذه مشكله، اذا براقبها انا عليه ما عليه رقابه. زعل الرشيدي،
شنو الحل لهالظاهرة؟ والله الحل من المسؤولين نفسهم. تغيير جميع معد سيء، وهناك معدين سيئين ومعدين جيدين بشهادة جميع الشعراء الشباب. والله أنا أقول المجاملة موجودة، لكن استحسن تكون بالنسبة للمعدين تكون المجاملة للأجود في القصيدة. وإذا كان الشاعر قصيدة تفرض نفسها يجب أن تأخذ حقها في النشر. وإذا كانت الجودة مركزة على شاعرين أو ثلاثة، هل إنه يستمر في النشر القصائد الشعراء هذه؟ لا بالعكس، ما لازم يستمر، لكن القصيدة ما هي لشخص عن شخص، والصفحة صفحة الجميع يعني. لكن يتروى لي إن في بعض المعدين مثل ما سؤالك يعني، لكن يركز على جماعة على شلالية معينة. لكن عندنا في الصحافة شعراء بارزين موجودين، تشوفهم يعني ينشرون في كذا صحيفة مختلفة في الخليج والكويت. بس نمش الشمري نسمع دائما كلمات نبطية تغنى، وبعضها لاقى استحسان المستمعين، وبعضها للأسف إنه ما حالفه الحظ. وجهة نظرك كشاعر شاب وكشاعر شعبي، هل الكلمات اللي تغنى النبطية بالذات تستحق فعلا الإجازة من رغبة النصوص في وزارة الإعلام أو في الشركات اللي تصدر هذه الأشرطة؟ كشعر فقط، شعر نبطي فقط. نعم فقط، إذا جردناها من اللحن ومن المطرب نفسه اللي قدم القصيدة، في كذا قصيدة ساعد على ظهورها أنه غناها مثلا عبد الله رويشد ولا عبد المجيد. والكلمات تجي أسوأ من أنه أحيانا ما تكون فيها شاعرية، بس فيها موسيقى. صح، هناك في بعض الشباب اللي هم أساءوا في الذوق العام مثل ما قلنا قبل شوي، استخدموا الموسيقى أساس تكون القصيدة تجي على شكل جمل بالسهولة، أنها يعني يأخذها اللحن وتقدم تطلع للناس، واختار له مطرب ساعدت فيها الظروف ويمكن الصدف، أو لأنه بعض المطربين هو مطرب فنان عازف أو مؤدي. تفرق، ما عنده خبرة في ما هو شرط أنه يكون شاعر. يحس في اللي قاعد يقدمه من لحن ومن كلام، حتى لو كان الكلام سيء عليه أنه يؤديه باللي يحسه، لكن حنا كمستمعين تفرق عندنا. فالكلام السيء من المطربين السيئين والمعدين السيئين، جميع من قائم على عمل هو المسؤول عن العمل إذا كان سيء أو جيد. شنو بوجهة نظرك بدر أن الأغاني هذه تراقب من قبل وزارة الإعلام، ويضع هناك شاعر والله سوالي أنها تراقب، خاصة القصيدة النبطية اللي تغنى يجب أن تجاز أولا من وزارة اللي هي من ديوانية شعراء النبط. واحد. ثانيا، يجب أن يكون هناك مراقبة نصوص في وزارة الإعلام، يراقبون قصيدة الشاعر والمطرب لما يغنيها ما تكون يعني مجرد كوبليهات، يجب أن تكون قصيدة ذات مقومات وتكون فائدة يعني مفيدة للمستمع أو الموضوع إذا كانت وطنية أو غزلية. مساعد العازمي، لو طلبنا تسمعنا قصيدة. أحب أقول لك قلبي وعمري، أحب أسمعك لو كنت تدري، وأحب أكتب على شانك قصايد، وأحب أصورك في أبيات شعري، وأحب أداعبك وأسمع كلامك، وأحب أسهر لأنه منك سهري، وأحب أناجي بنومي خيالك، وأحب أشغل بحلمي فيك فكري. أحب أناجي بنومي خيالك، وأحب أشغل بحلمي فيك فكري، لأنك أنت دوم قريب مني، سوات الدم وسط الجسم تجري، أحبك حب لا يمكن يوصف، عسى تقبل عن التوصيف عذري، عرفت الحب يوم أني عرفتك، مسلم لجل سود عيون كمري، ولا تستغرب اللي قلت كله، ترى قلته بعد ما ضاع صبري، أنا حبيت حب غير عادي، لو أنك قلت بأعلى صوت بدري، مثل ما قيل في بعض الأغاني، أحبك ليش أحبك ليش مدري. صح لسانك، صح لسانك. بعد ما سمعنا قصيدتك نشوف مخرجنا شو مجهز لنا. Thank you.
من الخلي ما شفتي مثلها بدت الزين بدرك ما من شبه من الخلي ما شفتي مثلها ضيوفنا الأعزاء، لو سألناكم عن الأسبوعات والأمسيات اللي قاعدين نشوفها بين الحين والآخر، هل الأسبوعات هذه هي من صالح الشعر أو ضد الشعر؟ والله الأسبوعات هذه أنا أعتقد أنها ضد الشعر. أنا أؤيد كل الأسبوعات والأمسيات في تقديم الشعر، وهذا رأيي لي. فعلا هي تعتبر متنفس ثاني أو آخر غير الصحافة للشعراء، ولكن شنو الاختيار الشعراء؟ الشعراء نفسه. والله أنا أقول إنها أمسية مي أسبوعها. نعم. أمسية الشعرية أسبوعها. أسبوعها ما في شيء اسمه أسبوعها. أمسية. بما أن الأمسية أو الأسبوعها يقال فيها الشعر، نبي نسمع إيش يقول لنا الشاعر بدر السهلي. البارحة صوتك وصلني ينادي، وفزيت من نومي أدور على الصوت، وصوت يا ذا الصوت وين أنت غادي، تكفى تلحقني ترجاني الموت. وين أنت يا عذب اللمة يا مرادي، عقبك ترى صدري من الحزن مكبوت، لا تحسب إن فرقاك والبعد عادي، عيني جزت والنفس طابت على القوت. يا زين خاف الله حياتي إجهادي، من غيبتك يا زين ماني مبقوت. يا زين خاف الله حياتي إجهادي، من غيبتك يا زين ماني مبخوت. أسمر مع السمار أبنسى ودادي، وتجرني ذكراك يا زين بسكوت. يا أبو عيون غار منها السوادي، لا سلهم من شافهن طاح مبهوت. لك وجنة لا هي بحضر وبوادي، تهدم لها بيوت وتبني لها بيوت. يلي ملكت الروح يكفي بعادي، الحق على روحي قبل فايت الفوت. صح لسانك، صح لسانك. شعرائنا الأفاضل، ما ترون أن الأيام هذه كل الأول كل أصبح شاعر؟ في مقولة أذكر أني قرأتها الكاتب إيطالي، يقول كل إنسان يولد بالفطرة شاعر، ولكن عليه أنه يصقل الموهبة اللي موجودة عنده، يحفظ كلمات، يجالس شعراء. وأنا سويت هالشكل وصرت. يتكلم عن نفسه. يتكلم عن نفسه. نعم. فأنا برأيي إنه فعلًا بالفطرة الكل شعراء، بس تبي العملية جهد وتبي اجتهاد. زعل رشيد، وجهة نظرك؟ فعلًا أنا أعتقد المقولة هذه صحيحة. إحنا نقصد إن كل الآن كل أصبح ينشر ويكتب ويحط نفسه شاعر. معلش اللي عنده موهبة في الكتابة خله ينشر، لكن التميز، من اللي يتميز عن الثاني؟ يبيلها ثلاث أشياء: الموهبة الصادقة، تكون موهبته صادقة، ما هو تقليد لشاعر. ثانيا الموقف الصحيح، بعدها المكتبة، يسمونها المكتبة هي القراءة، كيف أنك توجه موهبتك هذه وتصقلها بالقراءة حسب القراءة طبعا. بعد جوابك هذا نشوف مخرجنا إيش مجهز لنا. من هو حبيبك غايتي بسان حظا عشانك حبيبة، من هو حبيبك غايتي بك
يلي خذيت من الحلاك اللي ما فيه ومن الطبع كل الخصال الحبيبة يلي خذيت من الحلاك اللي ما فيه ومن الطبع كل الخصال الحبيبة عشان ضيوفنا الكرام، لو سألناكم عن ظاهرة طباعة الدواوين، نرى الآن أن أغلب الشعراء قال لك قصيدتين ثلاث عشر عشرين أصدر ديوان. نعم. سعد العازمي شنو وجهة نظرك؟ والله هذا يذكرني بيت للشاعر سعود الغريب اللي يقول أنصح اللي بالشعر باع قصير لا يتسرع ثم يطمع دفتره. الشعر أو الديوان إذا الإنسان تسرع فيه دمره وشعره هدنا من المستوى، وفي بعض الشعراء إذا استعجل في طباعة ديوانه ممكن يرفعه. فالدواوين فيها الزين وفيها الشين، مع أني لاحظتها أنها كثيرة الأيام. والله نقول الديوان مقبرة الشاعر، متى ما أصدر ديوانه متى ما أصبح خلاص ما لا يعني من الجديد أو شيء. كيف؟ لا يعتبر يعني الصندوق يعني اللي يحفظ يعني تروالي أن الشاعر يعني ما يفكر في إصدار ديوان إلا بعد مضي كم من الزمن، يعني ما يقارب 10 أو 12 سنة بحيث يتمرس. طيب ممكن يتطور ويكتب أحسن ويكون ديوان ثاني إحنا هم يحفظه في رصيد للشعر. بعضهم انتظر يمكن 30 سنة نظرة، ولكن بعد مضي 30 سنة على إنه يصدر ديوان انطفى نجم هذا الشاعر. إحنا بما إن كلامنا عن الدواوين معانا ديوان ضيفنا زعل الرشيدي، ديوانك سميته زمن البوح. زمن. نعم. نقول لك مبروك على الديوان. هذا باكورة إنتاجك طبعاً. نعم. طيب ديوانك هذا كم قصيدة يحمل هذا الديوان؟ 33 قصيدة وعشر مقاطع. عشر مقاطع. نعم. خاص في قصايدك أنت بس؟ نعم. ولا في قصايد لا قصايد خاصة لي أنا. طيب توزع في الأسواق؟ الحمد لله توزع. يعني بإمكان اللي يتابع شعر زعل الرشيد الحصول عليه في المكتبات مثلا؟ توزع بالأسواق وخاصة بالكويت يعني. نعم. ككل، ولكن إن شاء الله الخليج بعد أيام إن شاء الله. لو طلبنا منك تسمعنا إحدى قصائد الديوان، شو اللي تختار للمشاهدين؟ والله الاختيار صعب، لكن أقول القصيدة أخاف أحبك وأتعب القلب وياك وسهر عيوني على غير داعي، أخاف أقول إني نسيتك ولا أنساك وأجدد جروح الحشا والتياعي، أخاف من يوم يجيني فرقاك وأندم على طيش الهوى واندفاعي. الحب
عشته مرة قبل ألقاك وخدت منه اللي يسدك تناعي، واليوم هان الحب هذا وهذاك وأصبح بدال الصدق حب صناعي. يا بنت خلي الحب يعلي أفداك، قلب جرحته في نهار الوداعي، عطيني الدمعة وطيفك وذكراك وأعطيك صد ما وراه اجتماع. صح حسان. في ختام هذه الحلقة مشاهدي الأعزاء، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من الشاعر بدر السهلي والشاعر زعل الرشيدي والشاعر مساعد العازمي والشاعر نمش الشمري على حضورهم معنا في حلقة هذا الأسبوع، ونتمنى أن قدمنا من خلال هذه الحلقة الشيء اللي يعجبكم ويحوز على رضاكم. قبل الختام تقبلوا تحيات جميع العاملين في هذه الحلقة، تحيات مخرجنا نواف برمية، ومن المتابع والتنسيق نايف العتيبي، ومن دوانية شعراء النبط في المراقبة الزميل شعيل الهاجري. حتى نلتقي معكم في حلقات قادمة، لكم منا أطيب تحية ومن الله أجمل سلام. We'll be right back.